الحقيقة السجن زي ما فيه مذنبين أيضا فيه مبدعين، ومصلحة السجون عملت حاجة عظيمة جدا لأنها قامت بالتعاون مع نادي روتري وعملت معرض للسجينات الفقيرات اللي عندهم موهبة، وعرضوا المشغولات اليدوية اللي قاموا بيها والملابس اللي هم صمموها لتشجيعهم على الاختلاط مع العالم الخارجي وتنمية مهاراتهم ودعم قدراتهم في الاندماج مع الحياة، وعملوا لهم ديفيلي محترم جدا في فندق راقي جدا انا حضرته الحقيقة، وكنت سعيد وانا بشوف قد ايه ان احنا بندي امل وبندي دفعة لمسجونات عشان خاطر لما يخرجوا ان شاء الله يكونوا مفيدين للمجتمع. تعالوا نشوف التقرير. فعلا ان كنتوا تساهموا، اذا كانوا النهارده بيعملوا ديفيليه عشان خاطر ابداعاتهم ارجوكم كمان تساهموا في الافراج عن سجينات الفقر. لو تشوفوا الحالات اللي موجوده في السجون وفي سجن القناطر لسيدات لا حول لهم ولا قوه، اضطرتهم الظروف ان هم يستلفوا عشان خاطر اولادهم وبناتهم، صدقوني شيء مؤلم جدا ان يكون في سجينه موجوده على 1000 و2000 و3000 جنيه تاخد من 10 ل 100 سنه سجن عشان مبالغ زهيده جدا. وارجوكم يا دعوه استغلها النهارده في هذا اللقاء الجميل، ادعوكم للتبرع، ادعوكم تروحوا مصلحه السجون، وكل واحده من حضراتكم كل واحد لو كل شهر طلع سجينه واحده شوفوا بقى ثوابها عند ربنا كده قد ايه. واشكركم جدا جدا جدا. الهدف ده برضو احنا يمكن بصراحة بدعوة كريمة منكم ومن الجمعية ان هي وفرت هذا المكان وجعلت اللي هو الشغل اللي قامت به السجينات بتعرضه للبيع، وده في صالحهم المادي، وبيوريهم برضو ان النزيلات دولي مؤهلين للعمل سواء بعد ما يخرجوا إن شاء الله أو في داخل السجن، وبيسعوا على أسرهم ولتوفير وسائل العيش لهم. احنا عاملين عرض النهاردة لمنتجات نزيلات القناطر علشان نوع من التآلف مع المجتمع برا للخروج، ومحاولة بيع الحاجة بنفسنا على أساس نتعامل مع الناس من جميع المستويات. نقل منتجاتنا من الكروشيه والفوط والمفارش والأطقم السرير والملايات، ده بعد كده بيدينا بيقعد على المسجونة أولا عائد مادي كويس قوي سواء كان في المعارض هنا أو في أي حد تانية، وبيعود عليها كمان عائد معنوي إنها بتحس بإن منتجاتها أو إنها بتعمل عمل مفيد ومرغوب من كل فئات المجتمع. ده في حد ذاته نجاح، بيدي تأهيل في الثقة أكتر للمسجونة على إن في حياة، مش السجن والعقوبة ده آخر الدنيا، لا ده في استمرار الحياة بعد كده. أساس شغلنا إن إحنا بنعرف المجتمع المدني على مشاكل النزيلات، وعشان يبقى في تفاهم ونصالحهم على نفسهم ونصالحهم على المجتمع، وبعدين بنعلمهم شغل العمل ثم العمل ثم العمل، تخرج النزيلة معها سلاح وتخرج تشتغل، وبعدين احنا بنوفر لها بقى الشغل بره ونعلمها الاول وتخرج تشتغل بره. في عندنا مشكلتين وهم بتوع الحفله دي. اول حاجه الغريمين، ورمضان ان شاء الله قرب، فتحنا حساب عشان نعمل فيه نجمع فيه تبرعات للغريمين. تاني حاجه عندنا الغرامات، في تهم كثيره قوي معاها غرامه، فالمتهمه بتخلص العقوبه وتلاقي الغرامه ما اتدفعتش فتفضل قاعده في السجن، فبناخد الكشوفات منهم وبندرسها وبنطلع يعني المستحقين انهم يطلعوا وبندفع الغرامات. طبعا الغرامات البسيطه لان احنا على قدنا، لكن بنناشد المجتمع انه كلنا برضو يبقى الحساب ده مفتوح نخرج بيه العائلات دي، لان الاطفال في الشارع وهي المشكله متركبه على بعضها، اطفال الشوارع امها وابوها في السجن وهم في الشارع، فعايزين نخرجهم بدل ما نلمهم اهاليهم تلمهم وتساعدهم وتربيهم تربيه طبعا. الحقيقه النهارده في مناسبه سعيده عندنا ان احنا بالاتفاق مع نادي اللوينس المعادي عندنا اتفقنا معاهم بيعرضوا المنتجات بتاعه المسجونات او السجينات بتوعنا، دول مجموعه يعني متميزه بيعرضوا منتجاتهم من المشغولات اليدويه
سواء كان بقى المفروشات الحاجة كله ما يخص المرأة المصرية عموما يعني. نظم دور المشاركة المجتمعية وبنصعم المصالحة ما بين السجين وما بين المجتمع، ان المجتمع يعرف ان في سجين موجود عندنا، والسجين ده مش مجرد حد حابسينه جوه اربع حوائط بياكل ويشرب وخلاص، لا احنا بنأهله مره تانية علشان يعود تاني للمجتمع عنصر نافع ومنتج. المعرض قد ايه حلو قوي، مجهود جميل قوي، والحاجات الهاند ميد تجنن، معموله باتقان فظيع والالوان حيه قوي. فيعني انا كنت سعيده قوي ان اول مره اجي، بس انا سعيده ان انا جيت، كان لازم اشوف حاجات مشرفه جوه بلدي. يعني انا لو كنت حاجات شفتها بره كنت افتكرت انها مستورده. يعني اللي فرق بين ده وبين ده ان انا شايفه الناس اللي عاملين الحاجات دي في الحقيقه حاجات حلوه قوي. انا بصراحه استغربت من المستوى والشياكه وكل حاجه جميله ومتقنه جدا جدا، وانا مبسوطه من حاجه ان احنا بنوظف شغل الستات اللي مسجونين ان هم يشتغلوا شغل كده، اولا ينفعهم ان هم يجيبوا دخل دلوقتي، وبعد كده لما يخرجوا يقدروا ان هم يكسبوا رزقهم بطريقه شريفه وجميله.